ما قولكم في امرأة أحرمت بعمرة واشترطت وصبيحة اليوم الذي وصلت فيه إلى مكة بدأتها الدورة الشهرية فأحلت من إحرامها لأن أهلها ومحارمها سيغادرون مكة قبل انقضاء دورتها الشهرية؟ الواجب على وليها إما أن ينتظر معها حتى تخلص تأدي عمرتها، ولا يروح به وإذا طهرت يرجع بها من بلده وتأدي العمرة، هذا هو الواجب. أما أنه ترفض العمرة وتخرج منها هذا لا يجوز، لأن من أحرم بالنسك وجب عليه أن يكمله، قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله، قال سبحانه فمن فرض فيهن الحج يعني أحرم، فسمى الإحرام فرضا لأن من أحرم وجب عليه أن يكمل المناسك. وكونها اشترطت إذا حبسها حابس، الحيض ليس بحابس، الحيض معروف، ويأتي النساء على بنات آدم ما هو بحابس، وينتهي أيضا أي أيام ثم ينتهي ما هو بحابس، الحيض ليس حابسا. نعم.